أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. بعض صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كانوا ينتظرون خطبة من خطبه، موعظة من مواعظه، وبعض صحابة رسول الله كان يطلب من رسول الله موعظة نصيحة. طبيعي هذا المسلك الثاني هو الأقرب للتعلم. إذا زار أحدكم عالما فقيها مرجعا عليه أن يطلب منه النصيحة، يسمى في اللغة العربية استوصاه، أي طلب منه وصية. رجل طلب من النبي وصية، النبي أوصاه بعدة أوصاف. طبعا النبي عندما كان يطلب منه النصيحة كانت إجاباته مختلفة، يعني الطرف يطلب مثلا آخر النصائح، النبي ينصحه، يأتيه إنسان آخر ينصحه نصيحة أخرى. سر الاختلاف أن هؤلاء لكل واحد مرضه، النبي طبيب النفوس، طبيب دوار بطبه، قد أحكم مراهمه وأحمى مواسمه، يعطي لكل واحد دواء دائه. قال له: لا تغضب قط يا فلان، إياك والغضب. هذه العبارة رأيتها لأول مرة، تعليق جميل على الغضب. الآن الغضب مطية الشيطان، الغضب يفتح باب الشر، ولكن هذه عبارة نبوية. يقول: فإن فيه منازعة ربك. الذي يغضب ويعاقب هذا كأنه رب مصغر، رب العالمين يغضب وهو يعاقب. إذا أردت أن تغضب وتعاقب إياك أن تكون ربا آخر. إنسان ارتكب سهوا، خادمة كسرت إناء، أنتم تعرفون أن في السهو لا تكليف، رب العالمين لا يؤاخذك على السهو. كنت تلعب ببندقية انطلقت منها رصاصة وقتل عالما، أكثر من هذا خطأ سهو عليك الدية لا عقوبة أخرى. الذي يغضب على مرتكب السهو ويضربه يعنفه يلومه هذا صار ربا، بل أشد عقوبة من الرب. يقول: فإن فيه منازعة ربك. طبعا هناك رواية شبيهة، مسألة التكبر، الكبرياء ردائي فمن نازعني ردائي، بهذه المضامين لعلها كذا أدخله مثلا جهنم ولا أبالي. المهم الغضب، عندما تغضب لا يكن غضبك بأكثر من غضب الله عز وجل. فقال: زدني. جميل، هذه عبارة تكفي. لو أن أحدنا قال للناس: أنا إنسان لا أغضب أبدا، نقول: أنت على ألف خير. ولكن هذا الصحابي قال: يا رب زدني. قال: إياك وما يعتذر منه، فإن فيه الشرك الخفي. فإن فيه الشرك الخفي، يعني لماذا تخطئ فتضطر أن تطلب السماحة من الطرف الآخر؟ هذا فيه ذلة. إنسان كثير الخطأ وكثير الاعتذار، طبعا هذا خير ممن يخطئ ولا يعتذر، ولكن العاقل لا يجعل نفسه في موضع الاعتذار. وهناك عرف في بلاد الغرب، تعرفون الاصطلاح باللغة الأجنبية، قبل أن يتكلم كلمة يقول: سامحني. لماذا تسامحني؟ لماذا هذا التعبير؟ هذا التعبير لا ضرورة له. المؤمن لا يقول: فلان عفوا، أين الطريق؟ عفوا، أنت ما ارتكبت خطأ حتى تطلب منه المعذرة. يقول: فإن فيه الشرك الخفي،
الإنسان لابد أن يكون بين يدي ربه متذللا، أما أن يعتذر إلى البشر طبعا الإنسان قد يفطر، ولكن حاول أن لا تفطر. إياك وما يعتذر منه، لا تقصر ولا تعتذر. قال: فقال زدني، أيضا هذا لا يكفي. قال: صل صلاة مودع فإن فيها الوصلة والقربى. تريد أن تكون متصلا بالله عز وجل، صل صلاة مودع. لعل في بعض الروايات ينطبق على صلاة العشاء باعتبار الإنسان ينام في الليل وقد لا يستيقظ. بعض من نعرفهم ماتوا في حال النوم، ولكن توصية النبي هنا توصية عامة. أنت عندما تصلي صلاة العصر قل لعلي لا أوفق لصلاة العشاءين، أو قل هكذا. البعض يقول أنا إنسان كل يوم أعيش، من أين لي هذا الاحتمالية؟ الموت ضعيفة لا بأس. ولكن اليوم كل أخواني معي هذه نقطة جميلة، أنت اتفاقا اليوم في صلاة العصر جاءك الإقبال، خشوع. بعض الأوقات الإنسان بلا مناسبة يخشع، يصلي في الطائرة في اتجاه للقبلة مشكوك فيه، الطائرة تهتز به وأمامه النساء الأجانب، واتفاقا يصلي صلاة خاشعة لا مقياس في البين. قل أنا قد لا أوفق لأن أصلي صلاة خاشعة في العشاءين، الآن صلاة العصر، اغتنم الفرصة ما دام جاءت الإقبال، لا تقطعه باختيارك. أنت في المسجد في صلاة العشاء جاءتك الرقة، لماذا تستعجل الخروج؟ تقول: يا فلان إلى أين؟ أراك مستعجلا. يقول مثلا: حتى أرى البرنامج الفلاني في التلفاز. أنت الآن في المسجد خشعت، رق قلبك، ابقى دقائق إلى أن يزول هذا الإقبال، إذا زال عندئذ هذا علامة الخروج. فإذا يقول: صل صلاة مودع فإن فيها الوصلة، أي الاتصال بالله عز وجل والقربى منه، فإن فيها الوصلة والقربى. فقال زدني، صاحبنا يبدو له طمع، فقال هذه العبارة جميلة: استحي من الله استحياءك من صالح جيرانك فإن فيها زيادة اليقين. بعض النساء لها نعم جار مؤمن جار مؤمنة، تخشى من الفضيحة، تقول: إذا خرجت بلا حجاب شرعي هذه الجارة تنقل عني الأخبار، فلان امرأة غير مؤمنة متهتكة، تتحجب، فإذا دخلت الدابة وابتعدت تخفف من حجابها. بعض النساء معهن أدوات التجميل، تذهب إلى مكان ما فتجمل نفسها، يعني هذه تخاف من الجارة. المؤمن يخاف من الجار، لا يدخل المنزل كل أحد، البعض له مخالفات أخلاقية، يترصد آخر الليل حيث لا يراه الجيران فيدخل في المنزل من يدخل. يقول تقول الرواية: استحي من الله استحياءك من صالح جيرانك فإن فيها زيادة اليقين، أي لا تجعل الله عز وجل أهون الناظرين. يبدو صاحبنا اقتنع بهذه الوصية ولم يقل شيئا، ولكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كلمة ختامية، وأختم به الحديث. نحن نقرأ القرآن ولكن حقيقة لا نعي القرآن. هنالك آية النبي استشهد بها، كأن الله عز وجل يقول: الشرائع السماوية كلمة واحدة. إذا رأيت المسيحي واليهودي قل له: يا فلان، يا من هو من أهل الكتاب، القرآن الكريم أوصانا بكلمة، أوصى المسلمين وأوصى النصارى وأوصى اليهود كلمة واحدة. وقد أجمع الله تعالى ما يتواصى به المتواصون
من الأولين والآخرين، ما قال من أهل الكتاب حتى قبل موسى وعيسى عليهم السلام منذ آدم في خصلة واحدة. ما هي هذه الخصلة؟ قال الله عز وجل وعز، انقل الرواية كما هي، قال الله جل وعز: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم، الذين يحفظون القرآن الكريم ليكمل الآية. ما هي الوصية؟ الآية ماذا تقول؟ ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم وصية واحدة، أن اتقوا الله، وانتهى الأمر. الذي يتقي الله عز وجل، الآن ما هي التقوى؟ كلام مفصل إجمالا، يراعي غضب الله، يراعي رضا الله، يراعي نظر الله، يراعي سمع الله. إنسان هذه الأيام أشبه ما يكون بموظف والكاميرا الخفية مسلطة عليه، هذا يتقي مدير الشركة، لأنه أي زلل أي خطأ وراءه ماذا؟ عتاب وعقاب وفصل. لو عاش الإنسان هذه الأيام في الدنيا كما يعيش الموظف في المؤسسة التي فيها رقابة بالكاميرا الخفية، هذا إنسان متقي. أن اتقوا الله. اللهم اجعلنا من عبادك المتقين، اللهم اجعل عواقب أمورنا خيرا، اللهم اجعلنا ممن يخشاك كأنه يراك، أبلغ سلامنا إلى إمام زماننا واردد إلينا منه السلام. والفاتحة مع الصلوات. يا أولي الألباب.